كنت هيعمل في السينما. صح حصلت. أي تحمد، غادي تكون هاد البلاصة هي الوجهة ديالنا في هاد السيمانة. البلاصة واللي معروفة بالليمون والتمر والرمان والنعناع والحنة وحوايج خرين واللي انقرضوا وما بقاوش، وكيبقى نخل هو الوحيد اللي باقي صابر، حتى هو مشات فيه أكثر من 70%. واليوم غادي نتعرفوا على السبب ديال هاد الدمار كامل. انا في تيمزكو وبالضبط في تادردورت. انا دابا غادي للواد باش نخيمو في السد، وتما غادي نقضيو الليله ديالنا اليوم. سبق لي وجيت لهاد البلاصه بزاف د المرات، وكنعرف هاد الطريق مزيان، ولكن خصني نزرب على هاد الطريق ونوجد بلاصتي لهيه في الواد قبل ما يطيح الظلام. اخيرا وصلت. دابا غادي نشوفوا شي بلاصه فين نحطوا الخيمه ديالنا ونضموا الامور ديالنا قبل ما يطيح الظلام اكثر من هكا. هاد البلاصه سميتها ايموكشكال، ومعروفه بهاد السد واللي كان السبب ديال الدمار ديال هاد البلاصه. كيعيشوا فيه بزاف ديال المخلوقات، من الطيور والبط والسلاحف وحيوانات اخرى. هاد التنوع كيميز هاد البلاصه على المناطق المجاوره، حيت صعيب تلقى هاد الحياة وهاد الطبيعة شي بلاصة أخرى قريبة. دابا خصني قضية على اللي خصو يتقضى قبل ما يطيح الظلام، ونوجد الخيمة ديالي وتكون بعيدة على الواد، حيت ما تعرف تكون كطيح الشتا في شي بلاصة أخرى بعيدة. هاد البلاصة قاضية الغرض. مزيان. خصنا شي حاجه نفرشوها، انا تهزنا على الارض، غادي نمشيو ندبروا شي حاجه. كيوفر لنا الواد بزاف الاختيارات بحال هاد الشكل، حيتاش ضروري خصني شي حاجة تفصل بيني وبين الأرض واللي فيها الحجر الصغير وما غاديش يخليني نعس وزيد عليه البرودة بالليل.
بحال هذا قاضي الغرض. ما فيهش الشوك وريحته زوينه الحقيقه، فيه الشوك ولكن الفوق ماشي الوسط. انا من بين الناس اللي ما كيعجبهمش يهزوا ثقل بزاف بحال هاد الخرجات، وكنفضل نخرج خفيف من الدار ونجيب معايا غير الحاجات الضروريه واللي ما غاديش نقدر نلقاهم في الطبيعه. وفي هذه الحاله غادي نقضي بهذا الربيع واللي غادي نخدمه بحال شي بونجا وتكون بيني وبين الارض، منها على حساب البروده ومنها باش ترطب الارض، حيت صعيب نعس على الحجر الصغير والتراب. انا في الصيف فما غاديش نحتاج شي حاجه نغطي بها بسبب الحراره، وهذه ميزه اخرى بالنسبه للخروج في هذا الوقت من العام. دابا نمشيو نجيبو الخشب. اسهل بلاصه تقدر تلقى فيها الخشب هي الواد. ملي كطيح الشتا بزاف كيجيب معاه الواد بزاف ديال الشجر والخشب، وفي الحاله ديالي هنا خصني غير نقلب عليه. انا حاليا في صراع مع الوقت، حيت خصني نقضي كاع اللي خصو يتقضى قبل ما يطيح الظلام، وهكا غادي يكون صعيب بزاف تقلب في البلايص بحال هادو ملي كتغرب الشمس. غادي ندور عليها الحجر. الشعيل ديال العافيه ديما كيكون تحدي صعيب، حيت خصك تفكر وتقلب على البلايص والحلول باش ما تهربش بسبب الريح، واللي مره مره كيجي مجهد وتقدر تكون جمره واحده صغيره بسبب في مشكل كبير ما كيعرف لا الخضر ولا اليابس. العافية بين الأمور اللي خصك ترد ليها البال بزاف، حيت الجمرة واحدة تقدر تسبب في كارثة وتكرهك في هاد الخرجة. ما نساوش بلي الهدف من هاد الخرجة هو نستمتعوا شوية بهاد الجو والسكون ونسمعوا لهاد الأصوات ديال الطبيعة، ولكن هاد الشي كامل ما غاديش يكون إلا ما حيدناش علينا هاد الأمور الضرورية قبل ما يطيح الظلام. وقت العشاء غير هو وجدت واحد طرف ديال اللحم لهاد الخرجه. يا سلام، غير هو تخالف واقيلا في الفريكو، فاجبت واحد اخر ما فيه ما يتشاف، فيه العظام والشحمه. غير هو هاد الشحمه هادي غادي تلعب يعني في غادي نخدمو غادي تخدم في بلاصه الزيت، فعوض ما نخدمو الزيت هاد الشحمه هادي غادي تقوم بالمهمه ديالها. ف غير هاد اللحم والعطريه مخلطه هنايا، العطريه مخلطه صافي. هادشي اللي كاين، هادشي اللي غنحتاجو. واخا نعيا نفكر ونستعد مزيان باش نوجد كلشي ضروري كيوقعو فحال هاد المشاكل، اقلب واش اقلب واللي من الممكن يعصبوك ويخسرو الجو، الا انه مره مره خصك تفكر في الحل ديال المشكل باش تستمر بسم الله وتحاول تدوز النهار ديالك قريب لداكشي اللي كنتي كتخيلو عليه غادي يكون او لا احسن كاع، حيتاش ما يمكنش تدوز الامور كلها كما خططتي ليها. ناري غنبات شوف العشاء
غير العظام والشحبة ما كاينش يتكال. صافي انا هز هاد الشيء هذا باش نشوف شنو غندير معاه. فين يتكال ولا الله يجيب. كنتو يا له من تكنيك. نخليوها تتبرد شي فيها الشحمة شوية ديال اللحم شوية بزاف ديال الشحمة. يا بسم الله يا بسم الله. واش كاين ما يتكال هنا؟ بسم الله معليش. الحمد لله غنقيو الحالة وغنعسو. نعاس والفياق في بحال هاد البلايص عنده وقت، وبالنسبة لي واخا نحاول نفيق معطل ما كنقدرش في بحال هاد الأنشطة، وطبعا خصني نكون فايق ملي تشرق الشمس باش ما نفوتش ديك اللحظة. والزوينة في هاد الشي كامل هو هاد الرماد واللي باقي سخون، وربما نقدر نوجد به شي قهوة بلا ما نقلبوا على الخشب عاوتاني ونعاودوا نفس المراحل ديال البارح. الأمر المحزن في هذا البلاصة هو التطور ديالها من السيء للأسوأ مع الوقت. لحقاش سمحات لي الفرصة نزورها وأنا صغير، وتقدروا تخيلوا كاع الخيرات اللي كانت كتنتجهم هذه الأرض، ونقدر نقول بلي 80% ديال هذه الأرض مشات مع الواد. المشكل الرئيسي كاين في هذا السد واللي كيبلغ الطول ديالو اكثر من 500 متر، وملي كيجي الواد كيدوز الماء من الراس للراس، وكيدي معاه الاراضي الفلاحيه والشجر من الرمان والليمون وكاع الفواكه والاعشاب وحتى النخل. الحل اللي كنشوف هو يتصاوب هذا السد باش الماء يدوز من جهه وحده الجهه ديال الواد بوحده، ولكن هذا الاصلاح صعيب بزاف على السكان ديال هذه المنطقة، وغادي يحتاج بزاف ديال المصاريف. واخا هذا الضعف إلا أنه قاموا بزاف ديال الإصلاحات باش يصلحوا هذا السد، إلا أن السد بهذا الحل ما كافياش متر ديال البيطون باش تحمي الآلاف ديال الشجر والأراضي الزراعية.
الماء قليل بزاف هاد العام، وهذه أول مرة غادي نحضر فيها لهذا السد، وهو خاوي حتى نهار الدرجة، وبسبب الركود ديال الماء لمدة طويلة ما كنظنش باللي غادي نعوم فيه هاد العام. صباح الخير. صباح النور. كان عندي واحد البروغرام انني نعوم هنايا في هذا الصباح، لانه كيف ما كنشوف عامر بواحد النوع ديال الاعشاب يعني كتشد كتلصق في الجلد، ف تبدل البروغرام وغادي نتسلق هذه الحجره هذه فوق الماء. ديك البلاصه غارقه، ف الى طحت غنطيح في بلاصه غارقه. غادي نجربوا هذه المغامره. هاد الحجر تعرض لبزاف د العوامل، والاحتكاك ديالو المستمر بالماء لمئات الالاف السنين، وما بقاش حرش بحال الحجر العادي وكيزلق. حاليا الى زلقت غادي نطيح في الماء، ولكن كل ما كنطلع كنبعد على الماء وكنقرب للحجر، اي انه الى زلقت لفوق كاين احتمال كبير باللي غادي نجي في الحجر هو الاول عاد الماء. غير لقيتي فين تشد، لكن حتى هو نرضي هنا شدي المرضي. كان عطيف هاد المعلومات في حالة إلا بغى شي واحد يجرب هاد التسلق، وغادي نقول بكل صراحة اللي صعيب بزاف، حيتاش كيبان سهل من بعيد، ولكن ملي كتقرب ليه غادي تفهم اللي صعيب بزاف. شفتي ملي كتحط يديك تلقى شي وحده بحال هذه؟ الفن. Thank you.
كحل. عرفوا بلي ما بقيتش مستريسي، شفتوني ساكت، عرفوا بلي حصلت، ولكن ما كان بينش، لأنه إلا خفتي، إلا خفتي، هزك الماء، لهنا هذا المصطلح خدام في هذه اللحظة هذه مليون في المية. غالبا ملي كيكون التسلق ديال الجبل جديد او لا ما تسلقوهش بزاف ديال الناس، كيكون فيه الحجر بحال هذا محطوط، والا كنتي مزروب وما جربتيهش كيوقعوا بحال هذا المصايب. عليها الاحتياط ضروري وواجب بحال هذا الانشطة. كانت الفكرة ديالي نطلع لهذا الارتفاع ونقفز، إلا أنه بهذا الارتفاع نقدر نوصل حتى للجدور ديال الربيع واللي كان ضل ونوصي عليه ونزيد نوصي اللي ما تناس في هذا الواد بسبب الحجر اللي كيزلق ملي كيتفزق بالماء، أو الربيع اللي كيلصق في الجلد وكيوقف الحركة وكيهبط للقاع. المهم كنطلبوا الله طيح الشتا مزيان في المستقبل القريب باش تنقى هاد البلاصة أو تاني وتكون صالحة لهاد الأنشطة. الأخر كان الهدف ديال هاد الخرجة أنني ننوه إلا كان ممكن نطلب للمسؤولين يعاودوا النظر في هاد المنطقة، حيتاش كل عام كيمشي فيها النص وما بقاش بزاف لهاد النخل ويمشي كامل.